السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو مهم جدا، يمكن الناس ما تعرفش عنه حاجة، وتحذير مهم جدا وبالأخص للبنات. صورك بتتعرض على النت من غير ما انت تعرفي، وركزوا معايا شوية في الكلام اللي جاي، ويا ريت اللي يشوف الفيديو ده يعمل له شير عشان نحافظ على اخواتنا البنات. معظم البنات دلوقتي بقى بيستخدموا التليفون لتصوير نفسهم او اصحابهم بلبس البيت باي شكل وباي وضع، وبعد كده بتكتفي بحمايه نفسها او صورها بمسحها من الموبايل. وطبعا هي في اعتقادها ان الصور ديت مستحيل حد يوصلها تاني، والحقيقه ان في جزء كبير جدا من الذاكره بيستخدم لحفظ الملفات المحذوفه واستعادتها في وقت الحاجه اليها عن طريق برامج لاستعاده الملفات المحذوفه مره اخرى. شاب حكى قصه واقسم بالله انها فعلا حقيقه وحصلت معاه في محل موبايلات، وبقول ان الحاجه اللي خوفتني وزعلتني قوي هو انعدام الامانه، ان هو انعدام الاخلاق والامانه عن صاحب المحل ده، لان كان بيتكلم هو وصاحبه عن السبب اللي خلاه يشتري تليفون بنت وما يشتريش تليفون ولد، رغم ان تليفون الشاب احسن وافضل بكتير من تليفون البنت، واشتراه بالسعر نفسه. وكان رد صاحب المحل: والله انت غلبان يا صاحبي. البنت بتصور نفسها بجميع الاوضاع، رد صاحبه قال له: ما هي كده تمسح الصور وكل حاجه على التليفون قبل ما تبيعه. فالمهم رد صاحب المحل وقال: هي فعلا بتعتقد انها مسحت كل حاجه، بس احنا عندنا برامج بترجع كل ملفاتها المحذوفه. فرد عليه صاحبه قال له: يعني انت بس اللي تعرف ده؟ رد صاحب المحل: كل محلات الموبايل بيعرفوا يرجعوا ملفات محذوفة، والصور دي بيستخدمها عديم الأخلاق والإنسانية والرحمة لابتزاز البنت أو نشرها على النت. ولو كنت مرة حطيت فيها صورة خاصة ولو أنت مش محتاجها كسرها، ومهما اتعرض عليك عشان تبيعها مع التليفون فسلامة خصوصياتك أغلى وأهم بكتير من الذاكرة دي. تاني حاجة بالنسبة للذاكرة الداخلية، فنصيحة لأي حد بيفكر يبيع تليفونه: أولا ما تفكرش تبيع الذاكرة الخارجية أو كارت الميموري مع التليفون، امسح كل محتوياتها وارجع املاها تاني بالفيديوهات والصور اللي ملهاش لازمة، وارجع امسحها تاني وقرر كذا مرة، وبكده هيبقى صعب استعادة الملفات الأصلية تاني من التليفون. اعمل شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس، واحمي أهلك واحمي أسرتك.